السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قناة أي أس إل تي في معكم أم نعيمة. إن شاء الله حبيباتي تكونوا كامل بخير. أحين نكملوا سلسلة حلويات العيد. هنا راح نزيد ندير معكم صابلي بيمو. هاد الصابلي يجي بزاف بنين، مقاديره اقتصادية وسهلة. نبدأ على بركة الله. بسم الله. عندي هنا زوج كيسان تاع بيمو، بسكوي بيمو حكمته ترحية، إما في رحية تاع القهوة ولا تهرسي وتجوزي في السيارة كيما تحبي، المهم يكون هكذا يا رقيق. عندي نص باكي خميرة الحلوى، حبة بيض، زوج مغارف عسل، زوج مغارف كاكاو، 125 غرام تاع المارغرين والفارينة باش نطموها، وعندي تاني قرصة ملح. نبداو على بركة الله. بسم الله وقبول كل شيء، ما ننساو الصلاة والسلام على رسول الله. هنا في الريسيبيون تاعي حطيت هذيك لا مانغارين ولا الزبده كيما تحبي. حطي المكونات كامله على بعضها، زيدي كسري هذيك الحبيبه تاع البيض، احكمي هكذا يا كاس، حطي فيه شويه تاع الماء وحطي زوج مغارف تاع العسل هكذا باش يهبط لك العسل تمتم كي تحطيه هكذا. حكمي وديري هكذا العسل، ديري الاولى وزيدي عاود ديري الثانيه. سواء بيدك ولا بالباتور دوك بداي خلطي. هنا خلطي برك شويه الزبده ماشي بزاف، ومن بعد ديري هذيك الفرصه تاع الملح، زيدي زوج مغارف هذوك تاع الكاكاو اللي قلت لك عليهم، هكذا ما يكونوش معمرين بزاف ما يكونوش ممسوحين، وكملي الخلاط تاعك. هنا بعد ما خلطت الكاكاو ودخلته برك مع الزبده لهنايا، نحط هذاك البيمو اللي قلت لكم زوج كيسان مرحيين، ونزيد هذاك نص باكي تاع لا ليفور، ودوك نحط الفارينة ونبدا نلم حتى نتحصل على عجينة طرية. هنا ما حاش دينا بزاف فارينة خاطرش البسكوي هو اللي ينشفها، وشنو نزيدو لها شوية. هنا الفارينة روحي غير بالعقل برك، قسما نشفوها وخلاص. كما نعرفوا دائما العجينه اللي تكون فيها الكاكاو نخلوها دائما شويه طالقه روحها، نخلوها ترتاح واحد 10 دقائق. صبناها مازالت خفيفه بزاف، نزيدو لها الفرينه، صبناها خلاص تما ما نزيدولهاش، باسكو الكاكاو دائما يشرب ماشي كيما كي ديري الحاجه اللي ما فيهاش كاكاو. هاديك العجينه اللي تحصلوا عليها لازم تكون هكذايا طريه، شوفوا ومن ثم ما تلصقش في اليد، هاي لازم تكون طريه. انا خليتها انا ارتاحت شويه داك واحد 5 دقائق حتى 10، ومن بعد كي شديتها لقيتها هايلك مازالها طريه ما تلصقش في اليد، تقدري تخدمي بها. هنا فيما يخص التشكيل قلت لكم العجينه راهي طريه، احكموا هكذا زوج تاع نيلون هنايا كيما انايا حكمت هادوما اللي نديرو بهم اللي نصيبوهم داخل الديول، حكمت زوج هكذايا، رشي عليهم الفرينه من تحت، ومن بعد طبقي العجينة تاعك عادي وديري لي صابلي عادي. أنا هنا كنت شكلت ديجا لابارتي الأولانية، هادي لابارتي التانية. الفرينة حتعاونك بزاف خاطرش العجينة شوية طرية. هنا مملا كنتو تخدمو بالنيلون لصقت لكم رشو شويه تاع واسمها تاع الفرينه خاطرش من العسل اللي تلصق ماشي حاجه ولا الوقت اللي راه يطيب الحلوى تاعنا. دوك لهنا نمروا نديروا الكريمه اللي راح يلصقوها بها. عندي لهنا مغرف تاع النشا راكم تشوفوا فيها ماشي بومبي بزاف وماشي ممسوحه، نص كاس حليب، نص كاس سكر، عندي لهنا راح ندير عطر الكراميل وانتي اللي تحبي ديري سواء فراز ولا قولي تحبي ديري به. وهنا 50 غرام تاع الزبده ما يعادل هكداك واحد المغرف هايلك. انا عندي باكي تاع 250 قطعته هكذايا على زوج ومن بعد على 100، وهذاك 100 درتو على 50 تخرج لك تمتم. نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا في الكاسرونه
حطي هذا المغرف تاع النشفه وحطي الحليب وديهم فوق النار وقعدي تخلطي حتى تعقد لك. هاي الكراكريم تاعي بعد ما طيبتها قلت لكم دوها فوق النار وقعدوا تخلطوا هكذايا كيما نديروا لا كريم باتيسير ولا نديروا الفلان حتى تحصلوا على هذه الكريمه. هاي ليك كريمه عقده، دوك نبردوها مليح مليح ونكملوا التتيمه مع بعض. هنا راح نشرح لكم كيفاش نكملوا التتيمه تاع الزبده باسكو راح لي المقطع كي شفتوا الكاميرا شفتوا ما كانش، دوك نشرح لكم زيا كنت ما بديتش نخدم لهنا. واش درت بعد ما بردت لي هذيك الكريمه اللي حطيناها اللي خدمناها في الكاسرونه لازم تبرد تماما، احكميها هكذا بالباتور وقعدي تخلطي فيها، خلطيها مليح هكذا بالباتور. ومن بعد واش ديري احكمي الزبده تاعنا هذيك اللي قلت لك 50 غرام قطعيها مصوات صغار وحطي حطي وخلطي حطي وخلطي. ومن بعد زيدي هذاك نص كاس تاع السكر راني زدته دوق لهنايا هو الاخير، دوك نزيد نخلطه مليح ومن بعد نزيد لاغوم اللي حبيتي نتيا. قلت لك انا درت عطر الكراميل، دوك نخلطها مليح مليح ونبداو نلصقوا الحلوى تاعنا. وفي الاخير هذيك الكريمه اللي نتحصلوا عليها دوك نبداو نلصقوا في الحلوى تاعنا. والكريمه هاي اللي درناها دوك لهنا نلصقوا زوج حبيبات مع زوج كيما نديروا لي صابلي عادي. هاي ليك بعد ما طابت لي دوك نلصقوها. هنا حطي الكريمه كيما تحبي، تحبي تكثري تحبي تحطي غير شويه برك كيما تحبي، هنايا الامر يرجع لك. هكذا لصقيهم كامل ومن بعد حطي الشوكولا البيضه ذوبيها على بان ماري، نزيدوا لها زوج مغارف تاع الزيت ونكلاصيوهم كاملين، خلوهم قبل يشدوا روحهم شويه ومن بعد باش كي تكلاصيو ما يتحلولكش. هكذا نخلوهم يرتاحوا شويه ومن بعد نوليو ندير لهم الشوكولا البيضه. بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي حطيت لها مغرف ونص هكذاك تاع زيت المائده هاي ليك، نقول هنا نبداو نكلاصيو في الحلوى تاعنا عمليه كيما موالفين نديرو دائما، عملية سهلة وسريعة. تقدري ديري بزوج لا حبيتي في هذيك لالوش اللي نديرو بها البطاطا، انا جو بريفير هكذا بالوحدة نحي ليكسي ونحطها فوق بابي كويسون ولا فوق نيلون هكذايا هذا الكيس الغذائي. انا نستعمل هادو تاع الديول ما نرميهمش ونخدم فوقهم وكملي كامل العملية حتى تكملي كامل الحلوة تاعك. الشوكولا تاعك خليها دائما فوق بان ماري، كي تشوفيها بدات تجمد بزاف بزاف زيدي سخنيها هكذا باش ما تاكلكش بزاف الشوكولا وما تجيكش تقع من الحلوى تاعك. في اي حلوى ديري هكذايا. هنا قبل ما تنشف لك هاد الشوكولا اللي درتي كاين هاد الحبيبات تاع الشوكولا ولا حبه تاع البندق كيما تحبي ديري وحده في الوسط. هنا اختياري تقدري ما ديري والو كيما تقدري ديري. قبل ما تنشف ديريها هذيك النتيجة الأخيرة، شوفوا كيفاش تخرج، تخرج ما شاء الله. هذه هي حلوة بيمو بلاسل، نتمنى ان شاء الله نتوما تاني تجربوها وتكتشفوا المذاق تاعها. وهاي اللي كان قرب نوريها لكم كيفاش جات. ودوك نقسم معكم حبيبات شوفوها كيفاش خرجت. هاي ليك هنا عندي حبيبه من هذوك الحبيبات اللي درت، دوك لهنا نقسمها معكم باش تشوفوها كيفاش خرجت لداخل. هاي ليك شوفوا كيفاه تجي تخرج روعة،
منا ان شاء الله تجربوها وتكتشفوا المذاق تاعها. ما بقى لي غير نقول لكم كي العاده، لا عجبتكم ديروا جيم لا فيديو، ابونيو للقناه باش يوصلكم كل جديد تاعنا. خليتكم في امان الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله، وصحه فطوركم.